لو بطاريه الموبايل بتاعك بتخلص بسرعه او بتوصل نسبه شحن معينه وبتفصل، او انت حسيت ان الكفاءه بتاعتها قلت، اعمل اللي هقولك عليه وبفضل ربنا البطاريه ترجع طبيعي زي ما كانت. بس اهم حاجه الله يرضى عليك، ما تعمل غير اللي انا بقولك عليه بس. اول حاجه خلي البطاريه بتاعتك توصل 15% او اقل، الشحن بتاعها 15 او اقل مش اكتر، تمام؟ وبعد كده تابع اللي انا هعمله. ده الموبايل، تمام؟ اول حاجه هتعملها من البدايه هتروح الاتصال، هتكتب الكود نجمة شباك 0228 شباك، تمام؟ هيظهر لك البيانات اللي قدامك دي، في كلمة تحت اسمها كويك ستارت، تمام؟ لو ما لقيتهاش انزل لتحت هتلاقيها تظهر، ماشي؟ ركز معايا في الحتة دي، هتضغط عليها وتضغط اوكي، الموبايل استنى سيبه براحته لحد ما ينور براحته، ما تروحلوش، ما تضغطش على أي زرار، سيبه. لحد ما ينور لوحده، بعد كده يا باشا كل اللي هتعمله هتفصل. بص البطاريه كانت 33 بقت 20 اهي، هتفصل الموبايل خالص، تمام؟ تابع معايا. بعد كده هتشغل التليفون وتستخدمه لحد ما يفصل شحن نهائي نهائي خالص، تمام؟ وبعد ما يفصل نهائي هتوصله بالشاحن وهو فاصل، تمام؟ وما تشيلهوش من الشاحن النهائي غير لما يوصل معاك 100%، تمام؟ ايه اللي حصل ده كله؟ اللي حصل انت كده عملت حاجه اسمها دوره شحن. دورة شحن دي بالبلدي كده عشان تفهمني، انت كده عملت ضبط مصنع للبطارية، البطارية كده لو كان فيها شحن وهمي او مشاكل في الكهرباء او شحنت مثلا بشاحن مش كويس وادالها كهرباء شحن وهمية او حاجة، كل ده دلوقتي انتهى والبطارية رجعت لطبيعتها. جرب وان شاء الله باذن الله البطارية تقوم معاك زي الفل، واحلى مسا عليكم كلكم.